استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي. خلال اللقاء، فخامة الرئيس ثمن على قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال دورته الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، لأن هذا الموضوع أهميته أصبحت قصوى، لأنه عندنا أزمة غذاء عالمية بيمر بيها العالم. أيضا ثمن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على جهود مصر بالتحديد وتحت قيادة فخامة الرئيس السيسي في الدفاع عن الأمن القومي العربي، وأعربوا عن تقدير الشعوب العربية للمسار السياسي والتنموي البناء اللي مشيت فيه مصر على مدار السنوات الماضية. احنا بنتكلم على رؤساء الوفود العربية اللي منورنا، هم اللي بيقولوا ده، دول ناس بتعمل بالعمل السياسي البرلماني بالتحديد، الناس دي عارفة قيمة كل حرف بتنطقه، الناس دي بيقولوا ان كل هذه الجهود هي اللي مكنت من الصمود امام التحديات الهائلة اللي طالت هذه المنطقة. معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا بك يا أستاذ أكرم. أهلا يا يوسف، أهلا، مساء الخير. إزاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. كنا بنتكلم على لقاء الرئيس النهاردة مع رؤساء الوفود العربية اللي مشاركين في مؤتمر اليوم، وكلامهم حول ما قدمته مصر للأمن القومي العربي بشكل عام، والرئيس لما اتكلم على تضافر الجهود العربية في توفير أمن غذائي بشكل خاص. يعني طبعا الحقيقة أنه الكلام عن الأمن الغذائي هو جزء أساسي جدا من الأمن القومي والأمن الوطني لكل دولة الحقيقة، لأنه التحديات اللي في السنوات اللي فاتت على مدى الخمس ست سنين والعقد الماضي والعقدين الأخيرين تحديدا، في فعلا زي ما أنت أشرت تحولات دولية وتحولات إقليمية كبيرة، ودايما الرئيس يتكلم على أهمية الاستقرار ودعم الدولة الوطنية وإبعاد التدخلات، وكمان الحقيقه فكره انه الدوله المصريه، يمكن شفنا من يومين افتتاح مدينه الصناعات الغذائيه سايلو فودز، وكان الرئيس دايما يؤكد على فكره الزراعه والصناعه والقطاع الخاص ازاي يدخل والاستثمارات العربيه، فعربيا دائما الرئيس يدفع نحو انه عالميا، اولا انه العالم بيواجه تحديات وتغيرات مناخي وكده تستلزم عمل جماعي عالمي، وعربيا دايما الرئيس يدعم فكرة العمل العربي المشترك، وانه حتى الدول اللي سبقتنا في اتحادات او تعاون اقتصادي او غيره كان بينها خلافات وتناحرات ونجحت في انها تعمل اتحادات وتنسيق وغيره. ففكرة الامن الغذائي يمكن هي موجودة على مدى العقود، لكن الازمات الاخيرة سواء كورونا او سواء الحرب في اوكرانيا، وانت كنت بتشير لحاجة مهمة جدا، فكرة تبادل الخبرات وفكرة توطين الزراعات حتى في أصناف، يمكن المصريين الفلاح المصري على مدى تاريخه كان بينجح في توطين حتى المزروعات الأجنبية أو غيره، ويحولها إلى أنها تتم الفاكهة أو الخضار أو القمح أو غيره، أنها تتم في مصر بالشكل اللي يناسب البيئة ويناسب الجو ويناسب التحولات والتغيرات المناخية، وفكرة إن يبقى فيه أبحاث وغيره. فالحقيقة الرئيس يعني طبعا أكد على فكرة الأهداف والمصير والتعاون وإعلاء مفهوم الدولة الوطنية وإبعاد التدخلات وغيره، كمان الحقيقة سمم فكرة إن هم خصصوا هذه الدورة للأمن الغذائي، والأمن الغذائي زي ما أنت أشرت بيعني حاجات كتيرة، مش بس الزراعة، الزراعة والصناعة وحفظ السلع ونقلها، تبادل الخبرات والأبحاث العلمية الخاصة به، هذه الأمور ممكن يبقى فيه لأول مرة على مدى سنوات يبدو أنه الأمن الغذائي أو التصنيع أو الزراعة، ودايما الرئيس سواء في كاب 27 أو قبل كده دايما يدعم هذا الأمر ويدعم التعاون العربي بشكل كبير في هذا، وإزالة أي أسباب يمكن أن تعيق هذا التكامل، وأنه العلاقات تقوم على باحترام والتعاون والشراكة وإزالة أي أسباب ممكن تواجه ده، وإن هي يبقى الثروات العربية موزعة في ثروة بشرية في ثروة مادية في ثروات مختلفة، فكرة إن يبقى في استثمارات وتبادل خبرات وتبادل تدريب وغيره. أعتقد إنه كمان زي ما أنت أشرت هم
اي حد بيجي يمكن من بره كمان، احنا الناس بتشوف من جوه، ربما بعض الناس ما بتبقاش شايفه اللي حصل، انه ربما لو احنا ما عملناش المشروعات الزراعيه اللي وفرت ما يقرب من 20 ل 30% من انتاجنا من القمح، والقمح اللي داخل على الموسم اللي جاي، ويمكن الرئيس اشار لده، ما كانش ممكن يبقى، ممكن كانت تبقى تاثيرات الازمات دي اشد كثيرا، لانه الغلاء في كل دول العالم صحيح ومحدش بينكر طبعا الاسعار وغيره، لكن كان ممكن الامر يبقى اكثر شده واكثر خطوره. عشان كده فكره المنافسه، التشارك والشراكه والتعاون، انه ان احنا كعرب محتاجين ننطلق من الفعل مش من رد الفعل. والعالم النهارده المنظمات الدوليه، خلينا نقول انه في انتقادات ليها ان هي عاجزه عن وقف حرب، عاجزه عن التدخل، فيه ازدواجيه في غيره، فيبقى الدول العربيه قادره على التدخل في مسارات سياسيه، في دفع الاستقرار والتنميه في دول مختلفه، لان كل دوله عربيه بتحقق ميزه هي بتنعكس سواء بطريق غير مباشر او غير مباشر على باقي الدول العربيه، سواء في فرص استثمار او فرص عماله او فرص غيره. عشان كده دايما الرئيس يؤكد في اهميه ده، وانه يبقى فيه تعاون واحترام متبادل وتعاون وشراكه كبيره، لانه المسارات المختلفه تبقى في هذا الامر. ويمكن رؤساء المجالس والبرلمانات العربيه اللي مشاركين في مؤتمر البرلمان العربي بأشاروا وسمنوا فعلا انه مصر لديها تجربه في التنميه، تجربه في الاستثمار، تجربه في بنيه اساسيه صالحه لان احنا نتوسع زي ما انت اشرت افقيا وراسيا. قضيه الامن الغذائي والطاقه والاسعار والتضخم بتفرض نفسها على كل دول العالم النهارده طبعا، وربما نكون لدينا حاجه. ودايما الرئيس يمكن حتى في القمه بتاع الجزائر كان حريص انه يقول ان الدول العربيه لديها ثروه هائله، سواء ثروات بشريه او غيره، محتاجه توظفها بشكل افضل وبالعلم وبغيره، بحيث انه تعود على شعوبها اولا وتعود بمصالح على المنطقه، لان اي استقرار، الاختلالات اللي كانت في المنطقه اثرت علينا كلنا طبعا، سواء في ليبيا او في سوريا او في اليمن صحيح. او في غيره. ويمكن يعني مصر دايما بتؤكد ده عالميا واقليميا الحقيقه. صحيح صحيح 100%. انا بشكرك جدا 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 استاذ اكرم على المداخله وعلى هذا الشرح الوافي الحقيقه. كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع.